ولتعلموا أيضاً أننا تربينا على أن نتأسى بعطشه، فلا نشرب الماء يوماً أو أياماً، أو نترك الطعام مواساةً له ولصحبه وأنصاره. وتعلمنا منه أن نرخص الدماء من أجل وطننا أو ديننا أو مذهبنا، فإن الإمام الحسين لم يقاتل يزيداً لكونه من غير مذهبه، بل لأنه ظالم ولأنه فاسد. فهو القائل: إني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا ظالماً ولا مفسداً، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله، في أمة منه، في أمة جدي رسول الله.